السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. اليوم بفضل الله تعالى فائدة مجربة لعلاج المربوط بإذن الله تعالى. لعلاج المربوط فائدة مجربة للتخلص من الربط بإذن الله تعالى. أتمنى من كل من يشاهدنا كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد ويدعم الفيديو باللايك. لعلاج المربوط بإذن الله تعالى يؤخذ 7 ورقات من ورق الصدر ويدقهما جيد ويجعلهم في أناء بإذن الله تعالى ويجعلهم في أناء به ماء يكفي للاغتسال يكفي للاغتسال ويقرأ عليه هذا ما يلي. وفي طريقة برضه هقولها لكم في آخر الفيديو، طريقة سهلة جدا ما تأخذ من وقتك 5 دقيقتين بإذن الله تعالى من طرقي المجربة، هقول لكم في آخر الفيديو. فهنا هذا الطريقة بإذن الله تعالى تؤخذ 7 ورقات من الصدر ويدقهم جيد ويجعلهم في أناء به ماء يكفي للاغتسال والاستحمام ويقرأ فيه ما يلي: آية الكرسي 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، الإخلاص 7 مرات، الفلق 7 مرات، الكافرون 7 مرات، وبسم الله الرحمن الرحيم آيات السحر برضو. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 7 مرات. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون 7 مرات 7 مرات. وفي سورة يونس 79 إلى 82 قال موسى قالوا يا موسى أما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأودس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 7 مرات يقرأ عليهم بإذن الله تعالى وتأخذ منه وتستحمى بإذن الله تعالى لمدة 3 أيام أو 7 أيام بالكثير بإذن الله، راح أخلص من هذا الرب نهائيا بقدرة الواحد الأحد. وفي طريقة هقول لكم بإذن الله تعالى له للتخلص منه أو ولعلاج نقص الدم، لعلاج نقص الدم بسبب السحر والجن، لعلاج نقص الدم بسبب السحر والجن. من يشتكي من نقص الدم بسبب مس الجن فعليك بهذا العلاج القوي بإذن الله تعالى وسريع جدا زدادة بإذن الله تعالى. تقرأ عليها يعني دي بزيادة كلوكوز، عارف الكلوكوز طبعا اللي بيتاخد في مدرة الجم، زيادة كلوكوز تفتحها، تكلمنا عليه من قبل المحلول وهو الكلوكوز، تكلمنا عليه من قبل بإذن الله تعالى اللي بيتاخد في مدرة الجم، تأتي بزيادة وتفتحها وتقرأ عليها بإذن الله تعالى ما يلي وتغفلها ثم تأخذها في المدرة الجم يعطيها لك الدكتور. تقرأ عليها بإذن الله تعالى الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والمعزتين كل هذا 7 مرات. وتقرأ عليه بإذن الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 33 مرة. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 33 مرة. سيصلى نارا ذات لهب 33 مرة. وإذا مرضت فهو يشفين 33 مرة. وتعطي عن طريق الوريد هذا المحلول هذا الكلوكوز ويعطى عن طريق الوريد. وهذا الطريقة بإذن الله تعالى كما قلنا عليها تأخذ في الدم فتعالج ما به من أذى الجن وتجعلك دمك مخلوط بالقرآن فلن يستطيع الجن أن يشربه، فلن يستطيع الجن ولا هذا الأمراض ولا هذا أمراض الجن تسكن في الجسد لأنها تتغذى من جمك
ومن هذا فلن يستطيع أن يشربه بإذن الله تعالى. وكنا الطريقة التي قلت لكم في أول الفيديو بتاعت علاج المربوط، تأتي بي سكينة بإذن الله بإذن الله تعالى، سكينة جديدة لم تلمس من قبل ولم تستعمل من قبل، لم تستعمل من قبل، تكون جديدة بإذن الله تعالى. وتضعها على النار، تضعها على النار كي تدنهر هذا السكينة. تقوم متوضي ومصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة بإذن الله تعالى، وتتحصن بآية الكرسي 21 مرة، وتكون صارف عمار المكان بإذن الله تعالى. وهنا احنا تكلمنا من قبل عن صرف العمار، تقرأ سورة الزلزلة، وعند اشتاتا تكرر 7 مرات، ثم كمالة السورة إلى 7 مرات، وتقول انصرفوا يا عمار هذا المكان كي أقضي حاجتي، ثم عودوا معززين مكرمين، بارك الله فيكم وعليكم. وتقوم محصن بآية الكرسي 21 مرة بإذن الله تعالى، وتأتي بالسكينة تضعها على النار كي تدنهر تماما، وتأخذها وتتبول عليها السكينة، رح ينحل عنك الربط في ساعتها وفي دقيقتها بإذن الله تعالى بدون أي شيء. وهذا تجربة مجربة وليست للتجربة، مجربة مرارا وتكرارا وليست للتجربة. تضع السكينة على النار كي تجنهر كلها، تكون حمرة من النار وتتبول عليها، راح تنفك من هذا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معجزات، ما تقولش ازاي، لان هذا مجرب وليست للتجربة بفضل الله تعالى. جرب، مش هتخسر اي شيء، جرب مش هتخسر حاجة، وديك هتشوف بعينيك ان تم انفقيت من هذا ولا لا، وهتشوف بعينيك بإذن الله تعالى. أتمنى من كل من يشاهدنا، إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، وأي شيء تريد معرفته اكتبه في التعليقات وسوف راح أرد عليك بإذن الله تعالى. وأي استفسار أو شيء كما كنا اكتبه في التعليقات في صندوق الوصف، سايب لكم جميع الإعلانات، وداخل القناة كل يوم أسرار من أسرار العالم الروحاني. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فردك ربنا كما وعدت، أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأي استفسار أو أي شيء أستوف اكتبوه في التعليقات، وكل يوم بفضل الله تعالى من أسرار العالم الروحاني فوائد مجربة وليست للتجربة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.